سفير، أنا من أجل الأمانة المهنية كمان والموضوعية، أنا قلت قبل التقرير أو بالأحرى انتقدت فكرة الاستقالة المطلوبة، يعني يطلب من الوزير الاستقالة، وأنا مش عارف، هي طبعا مش مشكلة هذه الحكومة، واضح أنها سنة في الحكومات المصرية كلها، أنه عندما تريد الحكومة أو ربما السلطة التنفيذية ورأسها رئيس الجمهورية أن يرحل وزير، بنرفع سماعة التليفون ونطلب منه تقديم الاستقالة بدلا من أن نصدر نحن بيانا أو قرارا بإقالة فلان الفلاني. وأنا شايف الحقيقة أنها ما فيهاش حرج وما فيهاش كسوف، بالعكس ده فيها زي ما أنا قلت كده فكرة الردع والعقاب، نحن نكافئ المجيد ونعاقب المخطئ. إيه العيب أن أنا أطلع بيان أقيل فيه وزير زي ما حصل مع محفوظ صابر وزير العدل برضو اللي أخطأ في زلة لسان فطلب منه الاستقالة بدلا من أن يقال؟ يعني كما أشرت حضرتك أنه ليس هناك عيب، هو منصب الوزير هو بالأساس منصب سياسي، وبناء عليه قد تكون هناك أسباب لإلى أن يتقدم السيد الوزير باستقالته من داخل الحكومة، وعدد من الأمثلة اللي حضرتك أشرت إليها في التقرير وفي البرنامج من بدايته، وأنا تابعت حضرتك من البداية كل ما أشرت إليه، وهناك يعني وقعت وزارة الزراعة وقعت وزارة العدل مع الاختلاف الكبير بينهم، فكل في الحالتين هناك في مسؤولية سياسية في قبل أن تكون هناك مسؤولية. أنا آسف وأضف إلى ذلك كمان المستشار أحمد الزند برضو بزلة لسان، يعني في وقائع كثيرة. نعم، دي يمكن هذه الحالة اللي حضرتك بتشير إليها دي بتدلل على المنصب الوزير هو منصب سياسي، وحينما يكون هناك عدد من الموازنات بيجب أن تراعى داخل الحكومة، وبناء عليه أنا شفت أيضا النص اللي مكتوب باليد اللي حضرتك أشرت إليه اللي هو ده نص الاستقالة، يعني يمكن ده نص الكلمة قد تكون هي نص الكلمة اللي الدكتور خالد حنفي قرأها في مجلس الوزراء، ولكن نص الاستقالة يعني موجز تماما ويختلف بعض الشيء عن ما حضرتك عرضت إليه، وأنه تقدم باستقالته ولم تكن في نص الاستقالة كل هذا ما تضمنه بيان. لا نص الاستقالة نص الاستقالة غير البيان الصحفي طبعا، متفقين. نعم. لكن في النهاية طبعا خلاص أنا يعني محترم تحفظك لأنه ليس في النهاية يعني قرارك الشخصي، لكن في النهاية دي مناجدة مني باعتبار حضرتك موجود في مجلس الوزراء، بس فكرة أنه ما لا ليس عيبا أن يستقيل الوزير وليس عيبا أن نقيل وزير، يعني هذا شيء أعتقد أنه بالعكس يعطي شهادة للحكومة أمام الناس والرأي العام أن الحكومة تطهر نفسها إذا اكتشفت أن هناك خطأ وأنها لا تحمي أي مقصرين داخلها. نعم، بكل تأكيد الحكومة بتتبع استراتيجية لمكافحة الفساد، وسيد رئيس الوزراء والقيادة السياسية في الدولة أشارت في أكثر من مناسبة ليس هناك أي مسؤول فوق المحاسبة والمراجعة، وإنه الفساد له أوجه متعددة، ولكن يعني خليني أؤكد أنه برضو أن الدكتور خالد حنفي حتى الآن يمكن كل يعني هذا لا ينطبق على سيادة الوزير. لا، محدش كلم عن فساد خالص لحد دلوقتي، احنا بنتكلم عن تهم موجهة إليه، لأن هناك بعض المواقع وهناك بعض البرامج انطلقت في أنه هذه الاستقالة تؤكد وتعطي معاني يعني قد تتصل بأنه هناك احنا بنحاول ننضبط أخلاقيا وقانونيا كمان يا دكتور. نعم، شكرا. طيب حضرتك قلت أنه رئيس الحكومة أصدر قرارا بتكليف وزير التجارة والصناعة بمهمة الإشراف على وزارة التموين حتى يعين وزير التموين، ودي الحقيقة مهمة ثقيلة، هو عنده حقيبتين أساسا في حقيبة واحدة اللي هي التجارة والصناعة وضيفة إليهم التموين، فأنا بلسانه هو بقول لكم أرجوكم أسرعوا، فهل هناك توقيت للإعلان عن التعديل الوزاري؟ يعني هو طبعا اختيار وزير تموين جديد ده يخضع لعدد من الإجراءات بحيث يتم اختيار الوزير الجديد في أسرع وقت، ولكن طبعا بيتوجب أن يكون هناك الشخصية المناسبة، لأن وزارة التموين من أهم الوزارات الخدمية داخل الحكومة وعملها بأمس قطاع كبير من الشعب المصري، وخاصة من الطبقات التي الدولة بتكون حريصة على أنها تستهدفها ببرامج للضمان الاجتماعي وبرامج خدمية، فبكل تأكيد. لا، وخد بال حضرتك يا حسام بأنه احنا داخلين على عيد الأضحى وموضوع اللحمة ومش اللحمة وكذا، فوزير التجارة والصناعة هيشيل شيلة تقيلة. لا، رئيس الوزراء حريص وعقد أكثر من اجتماع فيما يتعلق بالسلع، ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية المختلفة داخل الأسواق المصرية وأيضا اللحوم وغيرها، هناك في برنامج والسيد رئيس الوزراء بيتابعه بنفسه سواء كان هذا الملف داخل وزارة التموين أو بيتبع مؤقتا وزارة التجارة والصناعة. نعم، أخيرا سعادة السفير، وكالة رويترز وهي من الوكالات الموثوق فيها قالت أنه التغيير أو التعديل مش هيشمل تعيين وزير تموين فقط بدلا من المستقيل، بيكلموا عن ربما من 3 إلى 6 حقائب وزارية سيكون هناك تعديل، هذا الكلام مظبوط؟
لا يعني ما اعرفه انه المنصب الوحيد اللي سيتضمنه التغيير هو وزارة التمويل. ما تعلمه حتى الآن؟ نعم، المعلومة انه حتى الآن هو السيد وزير، منصب السيد وزير التمويل فقط هو المنصب المقترح للتعديل لكن الوزاري، لكن ليس هناك قرارا متخذا بتعديل وزاري محدود. نعم نعم نعم. معالي السفير انا بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.